هكذا تبدو صورة النظافة في العمارة مركز ميسان. البلدية هنا تمتلك 80 كابسة، 20 منها خارج الخدمة، و60 تنطلق يومياً إلى أحياء العمارة لترفع نحو 500 طن من النفايات تفرغها في منطقتين وسطيتين هما البتيرة والكحلاء، ومن هناك تنقلها شاحنات إلى مكب في منطقة الطيب. آليات البلدية الموجودة بتقادمها قاعد تستهلك وقاعد تتعب أكثر، لذلك قاعد تكثر عندنا العطلات، لكن كمية النفايات اللي قاعد نرفعها كميات كبيرة جدا حقيقة، قاعد تصل بالظروف الاحتيادية حوالي 500 طن. ولكي تكون نظافة ميسان بمستوى إقليم كردستان فإنها بحاجة إلى 2400 عامل تقول بلديتها، بينما يبلغ عدد العاملين الفعلي 700 بعد أن ترك مئات منهم العمل لأسباب قانونية تتعلق بتسلمهم رواتب مزدوجة من البلدية والرعاية الاجتماعية، فيما رفضت الحكومة المركزية تعيين موظفين جدد لسد العجز الحاصل. هذا الحال إلى جانب قلة التخصيصات المالية وتأخير صرف موازنة العام الحالي جعل البلدية تواجه صعوبة في تنظيف جميع أنحاء ميسان. التخصيصات المتوفرة لدى محافظة ميسان لا تغطي أكثر من 30% من حاجتنا لرفع النفايات. وتفضل إدارة ميسان تطوير أعمال بلديتها في قطاع النظافة على استقدام شركات أجنبية أو أهلية لقناعتها بأن هذه الشركات تستنزف الأموال وقد تفشل كما حدث في البصرة ومدن أخرى. من محافظة ميسان حمزة الأسدي، UTV.